مشاهدينا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مهن، حلقة اللي غادي نسلطوا فيها الضوء على مهنة أو حرفة اللي كتجمع بين أربعة المكونات اللي هي السلاسة، الجمالية، الإبداع والفن. المنتوج النهائي اللي غنشوفوه في هذه الحرفة ما كيجيش بالسهل رغم الجمالية دياله، كيكون مقترن بمجموعة من الإكراهات. أولها عدم وجود تغطية صحية للعاملين بهذا القطاع، ثانيها هو أن الظروف اللي كيخدموا فيها جد مزرية. بقاو معنا باش نكتشفوا في هذه الحلقه، هذه الحرفه ديال الخزفي. اول ما وصل طاقمنا لمدينه اسفي توجهنا لسوق باب الشعبه وتلقينا المعلم كمال الكندي، هذا المعلم اللي غادي يعرفنا باقتضاب على مراحل صنع الخزف. سي كمال، كنشوفوا مجموعه من القطع هنايا تبارك الله وصل عندي، راه كنشوفوا تحف فنيه. ماذا بينا نعرفوا هاد التحف الفنيه كيفاش كتصايب، منين كيجيك الالهام يعني باش دير الزخرفه ديال هاد اللوحات هادو؟ اولا اسفي كتبتاز بواحد المقالع ديال الطين او ديك الماده الاوليه موجوده عندنا في لي ريجيون ديال اسفي، وبفضلها يعني استطعنا أن نصيبوا منا بزاف ديال يعني نبدعوا. يعني أولا كيجي الطين عبارة عن طوب كبير، كنجيبوه هنا للورشات ديال فين كي صيبوا يعني الطين ديالهم، وفين كي يزوقوا، فين كي يعني كيشدوا كيدقوا مزيان حتى كيولي طريفات صغار بزاف. علاش طريفات صغار بزاف؟ باش انه يكون سهل في الذوبان، فهمتي؟ باش دغيا ملي كيرطبوه في واحد الجابيه ديال الماء باش دغيا يذوب، ملي كيذوب مزيان كيهزوه كيحطوه في الشمس، كيحطوه في الشمس وكيبقاو يحولوا فيه. علاش؟ باش يتبخر منه ذاك الماء، باش ما يبقاش فيه ذاك الماء، وكينقيو حتى من الحجر. من بعد كيبقاو كيشتفوا عليه برجليهم باش كيحيد منه هذاك البرد، لحقاش هذاك البرد بحال اللي تقول هو العدو ديال الطين. الا بقى مثلا اذا خدمتي واحد الانيه خزفيه بحال هذه وبقى الطين عامر بالبرد من الداخل، الفو غادي تدخل الفران طيب، هذاك البرد غادي يبغي من يخرج، وبالتالي ملي غادي تحل الفران غادي تشقق، غتبقى مشقوقه اكيد. اذا دابا نمشيو ان شاء الله لاتوليه باش نشوفوا المراحل اللي كيدوز منها الفخار. مرحبا بك. يلا رافقنا المعلم كمال الكندي لورشه المعلم عبد الحق الخنبوبي الملقب بعنيبه، وهذا الاخير غادي يقربنا من ظروف العمل المزريه اللي كيشتغل فيها المعلم الخزفي. كمال، حنا مع واحد من المعلميه الكبار في اسفي، من المعلميه ديال الفخار، غنخليك انت تعرفنا به. السي عبد الحق عنيبه، او السي عبد الحق الخنبوبي ملقب عنيبه، تقريبا واحد 50 عام ديال ليكسبيريونس. ياك السي عبد الحق؟ من 65 وانت في هاد الصناعه هادي. شحال في عمرك بديتي ديك الساعه باش دخلتي لها؟ 10 سنين. ولا 10 سنين؟ شحال دابا في عمرك من عام؟ 63 ولا 64 زياده 54، 954. يعني قلتي 54 عام وانت في هاد الحنطه، تبارك الله. مدينة اسفي خاصها تفتخر بيك. في دردشتي معاكم قبل ما نبداو التصوير، كنتو قلتوا لي بلي هاد الفن هذا راه كيتولد من رحم المعاناه. بغينا نعرفوا شنو كيواجهكم من اكراهات في هذه المهنه هذه، لا الاكراهات الصحيه ولا الاكراهات يعني الماديه، ولا كيفاش كتجيبوا مثلا الماده الخام. نبغيكم تقربونا من هذه القضيه. نبدا معك سي كامل. اييه مرحبا. اولا هذا القطاع ديال الخزف هو قطاع غير مهيكل، يعني حتى ملي كنتو تتصوروا دابا، يعني حتى البنيه التحتيه يعني داك يعني مهمشه. ومساله اخرى، حتى الصانع ديال هذا القطاع هذه
يعني حتى هو مهمش، يعني لا تغطيه صحيه لا والو، يعني ملي تيكبر كيوصل لواحد السيغتاج ولا شنو، يعني ملي الصحه ديالو كتتدهور وداكشي، يعني مسكين ما تيقاش اللي يعيلو، يعني في اخر حياته تنوليو دايرين ليه الصينيه تعاونوا معاه، فهمتي؟ الا بغى يدير غير اوبيراسيون ديال 6000 درهم ولا ديال 10000 درهم كنجمعوا ليه الصينيه. طيب من غير الهيكله القطاع ومن غير البنيه التحتيه، انا بغيت نعرف الجانب الصحي، واش كاينه مثلا تغطيه صحيه الحريفي ولا المعلم ديال الخزف، خصوصا وحنا كنعرفوا انكم كتعاملوا مع العافيه، مع فرن اللي كتكون ربما درجه الحراره ديالو 4000 درجه وما اكثر، ثم الاماكن فين كتشتغلوا، يعني واش كاينه شي تغطيه صحيه من هذا النوع؟ نشوف معك السي عبد الحق. هي التغطيه الصحيه ما كايناش، والتغطيه الصحيه ضروري خصها تكون في المواد الاوليه اللي كتجينا من على برا، بالنسبه لهذاك لي ماي مودير تلقى الدري كيخدم وما داير لا صباعه في يديه لا نفاسه في مناخرو، الدري كيدير لي ماي في يديه ورافد الخبز في يديه، السم كامل كيمشي ليه، مسكين متى كيعرف بيحق داك المضره حتى كيكبر كبر وكيرجع ليه. لحقاش السي عبد الحق لي ماي باش مصنوع في واقيلا تحت الزاج، راه جات من الرمله، زاج من الرمله، يعني ملي غادي ياكلوا هذاك الانسان في الخبز ولا شنو، راه فهمتي راه تياكل الزاج، يعني فهمتي مواد كيماويه، يعني ضروري ما غادي ياكلها في صحته. وجاي هادو اللي صعيبه مضره بمعنى الكلمه، هو الغاز اللي الفرينه، اي فرينه كطيب ضروري فيها الفويت كيخرج داك الغاز، داك الغاز كيتسرب الريه تاعت الانسان. حنا دابا بكري ملي كنا كنخدموا خدمت دفوس مع المعلمين، كنا كنخدموا كنطيبوا بالرطم والعود ما مضيرش، دابا نادو ناس مسؤولين داروا بالله العود مضير، جابوا هذا الكاز هو المضير الكبير. ملي كتدخل مثلا جيت فران راه تلقى التستيفه ديال البوطات، راه قنبله موقوته هذيك في الكراج، راه مشات الله يحفظ حتى شعلات شي عافيه، راه نقدر نقول لك واحد 50 متر كاري اللي غادي تمشي. واحد الله يحفظ. هي كان واحد داك فيكسيبل اللي كيشد الغاز من البوطه ويعطي العافيه، كانت تفلت وبقى كيدير هكا، شدت في واحد الدري مسكين معاه راه مات. سي عبد الحق حنا غادي نخليوك وغادي يبقى معنا سي كمال باش نشوفوا هذا الشيء كامل اللي قلتوا لنا عن قرب، ماذا بنا اننا نمشيو للمصنع فين كيتم الطياب ديال هذا الفخار هذا وفين كيتم الصناعه ديالو. اييه لا نمشي بيه الشمس كيدير غير على اييه. مشينا سي كمال، مرحبا. يلا طيبني الدروب وغادي نشم شويه ديال ماشي مشكل. شكرا سي عبد الحق. الله ودي الدنيا هانيه. مرحبا، كنشكرك سي عبد الحق. شكرا. دائما رفقة المعلم كمال غادي نتوجهوا لورشة الحرق وغادي نشوفوا الفرن اللي كتم فيه عملية حرق الفخار. سي كمال كما كنشوفوا هذا هو الفرن اللي كطيب فيه الآنيات الفخارية، بغينا نسولك شحال تقريبا درجة الحرارة اللي كتكون داخل هذا الفرن هذا وهو خدام؟ كاين جوج الأنواع ديال التطياب هنايا، كاين التطيبه الاولى اللي كطيب اللي هي هذه كنقولوا حنا بيسكوي، يعني فاش تيكون الفخار حرش كيطيب على 1060 دوغري، يعني تقريبا واحد 8 السوايع ديال الحراره، 8 السوايع ديال العافيه. وكاين معاود ثاني من اللي كيتزوق وكيطلب ليه ماي كيدخل يطيب، ديك الساعه كيطيب على 960 دوغري تقريبا 7.5 حتى 8 ديال، فهمتي؟ على حساب فهمتي على حساب العبار ديال الغاز، وفهمت واش مطلوق بزاف ديال الغاز، واش ناقص منه، واش الا كنتي ناقص من الغاز راك فهمتي، ما حد كتنقص من الغاز والسوع ديال الحراره كيتزادوا. وغير باش نوصفوا للساده المشاهدين، راه ملي كندخلوا لهاد الغرفه هذه الرائحه ديال الغاز هي لدرجة مؤذية جدا، يعني مجهدة بزاف كما ضرنا قبيلة على المسائل ديال السلامة وداك الشيء، وحتى فهمتي حتى هاد الصوفة اللي كتشوفوها هي هنايا، هاد الصوفة فهمتي نورمالمون ما خصهاش تكون بحال هكا، يعني خص تكون واحد البلاكة، فهمت؟ واحد البلاكة مغطية هاد الصوفة هذه، علاش؟ فهمتي باش مع الطياب وداك الشيء هذيك الصوفة
فهمتي ما طلقش في الهواء فهمتي، وبالتالي ما يشماش فهمتي ما يشماش اللي خدام في هذه الورشه وداك الشيء. مع المعلم كمال كيندي كانت هذه هي رحلتنا رفقة الخزافيين، واكتشفنا اسرار هذه المهنه واكراهاتها. ودابا ما بقى لنا الا نودعكم على امل لقائكم في الحلقه الجايه، وما تنساوش الحياه مهنه.